هذه صلوات الجنازة على شهداء مطرنية طنطا الذين بلغ عددهم 30 شهيدا بين رجال ونساء وأطفال. معانا هتبقى على الهواء مباشرة، بس اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الأستاذ مدحت بشاي الكاتب والباحث المعروف، القس الدكتور إكرام لمعي رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، وسيادة العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، ومعي من طنطا محمد الحداد مراسل سي بي سي. ويا ريت معانا تبقى صور الجنازه يا جماعه تفضل معانا على الهواء. حداد اشرح لنا الاجواء، انا سامعه زغاريد، سامعه تصفيق مع كل يعني كفن بيدخل، مع كل يعني شهيد بيدخل في محيط الكنيسه، الناس بتزغرط، الناس بتسقف. قول لي المشاعر اللي موجوده عندك. بالفعل يا أستاذ لميس، يعني المشهد مهيب منذ وصول جثامين الشهداء من مشرحة المستشفى الجامعي في حراسة الشرطة العسكرية وقوات وزارة الداخلية إلى مطرانية الغربية أو كنيسة ماري جرجس. يعني المشهد بالفعل مهيب، هناك حالة من الفرحة والزغاريد، يعني رفض جميع الأهالي وجميع المتواجدين في محيط الكنيسة استقبال الجثامين، جثامين الشهداء بأي صراخ أو بأي بكاء. الجميع هنا يقوم بالزغاريط ويودعونهم إلى السماء كشهداء، ويعني بعد قليل ستكون الصلاة من أجل مصر ومن أجل أن يحفظ الله مصر. هناك دعوات كثيرة وسط هذه الحشود الغفيرة بأن يحفظ الله الوطن وأن يحفظ الله مصر وأن يرحم الشهداء وأن يتم شفاء المصابين على خير. هذا هو المشهد المهيب الذي تشاهدونه الآن عبر الشاشة. هل لسه الرقم 30 شهيد يا حداد؟ الى الان، يعني الى الان، ولكن يعني جميع المصادر التي تعاملنا معها منذ الصباح الباكر وحتى هذه اللحظه استاذ رميس ترجح ان يعني للاسف الشديد يزداد العدد، لان يعني عدد المصابين او الاصابات خطيره، فمن المرجح ان يزداد العدد، ولكن حتى الان نحن نتحدث عن حوالي 30 شهيد حتى هذه اللحظه على الاقل التي اتحدث فيها اليك. هل ما بين هؤلاء الشهداء اطفال؟ بكل تأكيد، يعني هناك أطفال وهناك أيضا صورة يعني موجودة على مدخل الكنيسة، كنيسة ماري جرجس، تحمل هذه الصورة صورة لطفل بملابس العيد. يعني للأسف الشديد هذه الصورة هي أحدث صورة لهذا الطفل الذي استشهد صباح اليوم في هذا التفجير الغادر. نعم، بشكرك محمد الحداد.